السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. لا والله الحين ما بصبحكم الله بالخير، الحين باقي شوي ونستوي مساكم الله بالخير. لكن ابوي اليوم هاي يسمونها رقدة العافية، رقدة العافية ورقدة الشراقة، رقدة اللي ما عنده أي شغلة اليوم. هي والله رقدت رقدة من عقب ما صليت الفجر، لكني والله يا ابوك ولا توقفت ولا مشيت إلا قبل شوية، قبل بقول لكم ربع ساعة 10 دقائق، بحلقت عيوني في المسجات، كنت في خاطري حين بياخذني الوقت وانا طالع المسجات، ولا صرت اسلم على الجماعه ولا اسلم على الجماعه ولا اتحفاهم ولا اشوفهم من وياهم ولا منو اللي في ديارهم، ولا كان حد يابلهم شيء ولا حد طرش لهم شيء ولا حد اعطاهم شيء ولا سمعوا شيء ولا خبر ولا علم مني ولا ومنك، يعني ما يدرابكم انتم. فحين انتم خبروني، حد طرش لكم شيء؟ حد اهتمكم؟ حد درابكم؟ حد قالكم عينكم هذه احسن عن هذيك؟ ما ادري. اما عني فاموري ولله الحمد طيبه، اتم صحه وعافيه، امسيت هاكل مساء طيب والحمد لله من عقب ما خلصت من تغطيتي البارحيه وشفت العرب والعرب شافتني وشفت الناس، شفت العرب الحيه، هي الحي يحب يشوف الحيين. انا ما احب اشوف الشابي ما داني اشوفه، لا احب اشوف الشابي ولا المويم، بالاخص المويم ابوكم المويم ما داني اشوفه. المويم ليدو ما مبرطب، ليدو ما شال الدنيا فوق راسه، زي ترى قالوا رمضان وقت التسامح، وقت الراحه، وقت الطيب، وقت اليود، وقت الروحانيات. لازم يظهر من الكآبه اللي هو حاط عمره فيها، يعني لازم يظهر من الكآبه. خلاص عفى الله عما سلف، اكتئبت يا لادمي في الوقت اللي خطف، حين ودر عنك الكآبه. والله يا الدنيا فنانه، وراكبها محول، الدنيا شرات المطيه راكبها محول، ما بتمن تدبت حياتك فوق. لازم انك انت تلتفت لعمرك، تفرّي عن خاطرك، تخلي حق نفسك، تعطي نفسك الراحة، متنفس يسمونه متنفس. يا ابوي ترى من صار عن عمره، والله ما شيش في الدنيا هاي العودة شي يستاهل لحظة زعل ولا لحظة تويمه ولا تبرطيمه. من صار عن عمره والحي ابقى عن الميت، لا الحزن على ليت البكا بيرد غالي، هي ما اتذكر من غناها هاك الايام، على ليت البكا بيرد غالي، لسي الوادي ما سال سيله. هذا بالنسبه للمفارج، اللي مودع حد، اللي ساير عن حد ولا في قلبه حزن. خلاص ابوي الحزن في القلب يتم، لكن الادمي ما يدفن عمره حي، الحي يبقى عن الميت. من استوت الدنيا وين الانبياء؟ وين الرسل؟ وين امهاتنا وابهاتنا وعيالنا ويدودنا ومحبيننا ولي عشنا وياهم ولي ربينا وياهم ولي ساروا ويانا وعشنا وياهم سنين الطويله؟ ما حد ما يزعل على الفراق، الفراق صعب، لكن شو بسوي الانسان؟ الباجي والحي ابقى عن الميت. وليه خسرت؟ لا تتوقع الخسارة خسارة الروح، الخسارة خسارة الروح. لا تتندم على شيء أنت حين فاتك، نعم لا تتندم على شيء فاتك، ما فاتك وهو لك، لو رب العالمين باغن لك ياك، لكن أنت ما تروم تتحدى إرادة الله سبحانه وتعالى يوم ما ياك. هذا الله وهذه تدابيره، ما على الله غبة، ان الله سبحانه وتعالى يدري بظروفك، يدري بعلومك، يدري انت شو عندك شو ما عندك، لكن الله ما راد لك هالشيء لشيء اخر، بيخلف عليك بشيء اخر، ان كان عرس ولا ان كان وظيفه ولا ان كان بيت ولا رزق ولا نصيب ولا سير ولا يي. علوم الدنيا ما يعلم خفاياها الا الله. لا تقول فلان ياه وانا ما ياني، فلان ياه وانا ما ياني، زيد عنده وانا وعبيد ما عنده، وانا ما هذا كل معنى. لو تجري جري الوحوش غير رزقك، ما تحوش والله، لو تلحس السماء اللي مبلك بترى مبلك يا ابوي. تودير القال والقيل لا بتولى عذر من تودير القال والقيل. قال والقيل يا ما خرب بيوت، ويا ما دمر عوائل، ويا ما دمر صداقات، ويا ما يوم انت بطر طردنيك الكلام فلان وعلان وزيد وعبيد. والله يا الكلام ما يجيب لك الا المقته،
ولا يجيب لك الا الضيج، ولا يجيب لك الا القهر، ولا يجيب لك الا اليهد. وبالاخص هذا راعي القال والقيل، انت ودره ان كان ريال ولا حرمه. والله يا ابوكم يا راعي القال والقيل، يا راعي القال والقيل، انه ما يعين خير. بالاخص اللي حاط في خاطره ان هذا اسلوب لتقويه العلاقات. القال والقيل بعمر ما كان اسلوب تقويه علاقات. القال والقيل خراب بيوت، خراب بيوت، رمسة فنانة وتضحك وتونس وتجيب العلوم، لكن هذه كلها شر، شر يغلظ القلوب بين الصدقان وبين الريال وحرمته، بين الأخت وأخوها، بين العمة وعيالها، وبين حرمة حريم العيال. هاي كلها القال والقيل، من تشوفون لادمي ياب قال وقيل، هاي ها هالخلا ويه الباب، من ويه الباب الخلا هذا. أي إنسان رأي قال وقيل، هذا الإنسان رأي قال وقيل يهبي. والله يا أبوك مشاهد الكلاب الضالة ولا مشاهد ويه حتى دقيقة. ما زينك يا الورد، ما زينك يا الورد، ما زينك. تبارك الرحمن ما شاء الله خير الخالقين. اي والله انا ابو مستنهرني، ما علي قلنا انك ما رمست من الصبح، لكن ابو سن سنت الوحدة ما شاء الله عليك يا ابو محمد. يا الله يا رب انك تخليني تفكني من عينكم، من عينكم انتم ما علي، لكن يا ابوك عين الناس يا ابوك اللي من غير. لا والله قصدكم انتم، بغيت ترقعها عاد الحين ما تترقع. طرطر نعود، طرطر نعود ما يترقع، طرطر نعود ما يترقع. المراد حد من العرب ما يعيضك في حد، حد من العرب ما يعيضك في حد، لو بتطير فوق توجع تحت. يا عصاية الدجيجة، يا عصاية الدجيجة، ما تعيضني فيك ألف شيجة وشيجة. يا عصاية الدجيجة ما تعيضني فيك ألف شيجة وشيجة. يتواصفه بهالأول العصا الرفيعة، لو العصا من تراث الإمارات المعروف، إن كل رجال بعصاه من استوت الدنيا كان وما زال لين اليوم. ما تشوفون كلها الوادم، أغلب الوادم كلنا بعصاه وين ما يصير. فلذلك حتى اللي ما بيشلها لازم تلقط في سيارته عصاه، لازم. ويتواصفه بهالأول العصا الدجيج المكن القوية اللي فيها عقلة وحدة، عقلة وحدة ولا عقلتين، يعني يسمونها حيس ولا يسمونها خاتم ولا يسمونها عرج. يكون العصا هذه، هاي العصا من أولها وين مقبضها ليه وتسال ليه توصل الأرض، تلقطها بدون عقلة، بدون خاتم، يعني ما فيها عرج يثبتها حتى يوصلها بالقطعة الثانية. تي قطعة كاملة، هاي من النوادر. فيميز العصا إنه ما فيها خاتم في النصيفة، أو ما فيها عقلة، أو ما فيها عرج. المراد فيتواصفوا بهالعصا تكون مكنة وقوية لو هي رفيعة. يا عصاية يا الدجيجة ما تعيضني فيك ألف شيجة وشيجة. شيجة الشيجة هي دقاق الخشب، الحطيبات الرفاع، مهما كانت جميلة هاي الشيجة تكون جميلة. الأول شيج يضربوه بالوصوف، يوم يشوفون حد يعني مثلا طابخ وحبة العيش طويلة ورفيعة وفنانة شكلها، حبة العيش تي طويلة ورفيعة، ينضرب بالوصوف الأول عيش ما شاء الله، حبة عيش رفيعة وطويلة، هيضربوا بالوصف عاد شو الحبة العيش البسمتي، فيقولون ما شاء الله عيشهم يا غير الشيج. الشيج اللي هي العصا الرفيعة، فتي العصا تي هالنمونة رفيعة وطويلة العصي. فلذاك يقولون عن الوادم اللي مغير هاي يسمونهن شيج، هايل اسمهن شيج. فلذاك نضرب الوصوف، يا عصاية يا الدجيجة ما تعيضني فيك ألف شيجة وشيجة. والشيج هي هن دقاق الخشب أو الحطيبات الرفاع القويات. هي ما أدري شو اللي خلاني أرمس هالكثر وشو حقا قلت هالكلام، معلومة لكن ما أعرف يجب على بالي وخبرتكم بها. شو اسوي عاد؟ معلومة بلاش، خذوها ولا ودروها، اللي ما بيايز اللي براي، ها بس في تواصفه وظهر. شو اسوي؟ روحتي مش مرتب، مش الحين دفتر وتجلس تقراه انت، لازم تيك ضربه فيك وضربه في مصريك، هذه ضربه فيك وضربه في مصريك والدنيا مطرجه. انت ما تروم الحين تجيب الدنيا كلها عدل، استعين من يقول والله فلان ولا فلان، انا فلان ولا فلان، هذه رمزة عادية تلقائية منها إليها، يعني
يقولون فلان والله ولا فلان راعي رمستن وايد هب شيء من رمسات تشرح الخاطر، وشيء من رمسات يسمونه تفليط. تفليط عاد تخبروا لي عرفت تفليط اي وايدين اسالوا هاليتكم قولوا ابو محمد يقول رمستك او فلان او فلان يوم يهدرونها رمستها تفليط تفليط بيقولون شو التفليط؟ لازم تخبروا هاليتكم تخبروهم شو يعني كلمه التفليط؟ فلان يوم بيرمس فلط في الرمسه لازم تعرف شو معنى فلط في الرمسه. لو حب يقول لك فلان رمستك لها تفليط بتفليط تفليط تفليط ألف لام ياء ط تفليط هي أظن شيء صح. خبروهم بيخبرونكم شو تفليط وشو هو اللي يفلط ولا الشيء هي اللي تفلط. هي أظني وصلت الفكرة وعرفتوا الشيء هي اللي تفلط. هي ما بدي مذكر منهن بس المؤنث. هاي الأدمي من يشوفونه راعي تفليط ورمسته ما تيب ولا تودي ودروه حتى ودروه خلوه روحه بتفليطه ورمسته ولا يعطونه حتى راس السالفه لان الرمس ما سكت وانخذ الرمسه في الميلس ازم يفلط طول الوقت وسكت الريايل كلها. الريايل حتى بترمس في الميلس تبترمس في البيت تبترمس عند العرب ما يرمون يرمسون والسب منو هذاك اللي يارس يفلط يارس يفلط خذ المحضر كله عليه كل بس مروحه خدر الحديث كله له ود والريايل بالحاها تتريى أتي عندهم سالف ولا يبدون راي ولا يبدون كلمة ما يرومون والسب شو هذا اللي جالس يفلط شيء من شرق وشيء من غرب شيء حطه بغنات وشيء بصيانة شيء بدواري شيء بكابات وشيء لما قالت بنت أحمد راعية محضة شو تقول راعية محضة أكسر هوس وأقصر الدوب وأقصر الدوب على طحين الكيرخانة أكسر هوس وأقصر الدوب وأقصر الدوب على طحين الكيرخانة يوم رقدن دلهين القلوب لي مالهم في الودخانة عند الله علينا كلهم بخورات حينة منو يا أبو تحين يا بنت أحمد ماتن 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 أبوي ماتن الخياطات وظهرنا الله المستعان. هي والله قالت وهي صادقة أكسر هوس وأقصر الدوب وأقصر الدوب أكسر هوس وأقصر الدوب وقصر الدوب على طحين الكيرخانة يوم رقدن دلهين القلوب ليه مالهم في الود خانة. هي والله قايل لكم أنا وغيري قايلها بالله أنا حليلي أنا أبوي نقطة من محيط غيري آلاف مؤلف اللي قالت وليه قالوا وايدين أبوي قالوا هنمون الله بالمستعان. يلا يومكم جميل إن شاء الله. طبيعي أني بروم يلس هناك في الميلس حش علي في الخيمة لازم بفترة والثاني خسارة إلا السبوح كل ما تعدلت وتزينت وتروحت رديت ودخلت المطابخ وازمت بريحتي شعاوي طريق فحين هذا هريس تشوفوني جالس يسوي البكورة اليومية اللي هي على هالنمونة تخدم عندنا وهي طريقة هالبكورة للبيت مبلغ مشروع ولا بيع ولا مشتري للبيت هذا نحن نسويه. فلذلك نحن ما شاء الله وايدين يعني نحن بين 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 أهل البيت وبين العمال أكثر عن 25-30 آدمي ما شاء الله في بيتنا. إيه فلذلك تلقطون كميات كبيرة بهالطريقة. نحن ليه ناكله نحن يأكلونه تأكل العمالة اللي في بيتنا نحن وهم واحد نحن ما نسوي شيء لنا روحنا وشيء لهم لا نحن كله جدر واحد جدرنا. فلذلك طالت عماركم نحن بهالطريقة خدمة هذا هاي الطريقة ومكونات كلها 70-85% كلها ورقية الطريقة والمكونات موجودة على حسابي الخالدي فايف على الانستغرام وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك كلها موجودة. كل طبخة تنطبخ في بيتنا عندنا الضبابيخ يسوونها كلها موجودة في قنواتي اللي هن الفيسبوك والانستغرام وهذاك يسمونه والسناب. طالت عماركم بين يوم وترك ولا يومين وحد نمونه بصوركم نحن شو اللي نخدمه. هاي نحن شوربتنا بس من رمضان لرمضان نخدمها هاي شوربة كويكر فقط من رمضان لرمضان هاي شوربة هل السعودية هاي هل السعودية يسوونها في شوربة الكابتن ونحن عاد ضارين عليها ولا نستعملها إلا من رمضان لرمضان ويفضل أنها تكون على الحمة عين. حفيظ السلام عليكم. السلام. شو بتسوي اليوم؟ شاكو اليوم حفيظ بيسوي لكم ساقو لكن ساقونا بالطريقة التقليدية نحن ساقو
ما نحمر الشكر يعني ما نكرمل الشكر. الولد بنعطيكم هو نسبة تناسب، وانتو عادة عينكم ميزانكم على كل حد على حسب استعمالاته اليومية وشو الكمية اللي هو يباها. نحن هذا اللي نستعمله، نحن هذا اليوم الكمية عبارة عن 10 كيلو ساقوا، 10 كيلو ساقوا يجين 20 كيلة خبيث، وقياس 20 كيلة خبيث 8 كيلو شكر اللي هن 16 قوطي خبيث، كيلو ونص دهنة ذوابه، كيلو ونص ما بريحة الدهنة ساقوا، ما يطيب إلا بالدهنة، وزعفران قفة قياس الكمية هذه. والقناد هذا على ما تشوفون الهيل، الهيل يمكن فنيالين ونص له 3 فنايل، لكن ينطحن لين يغدي أنعم عن الفودر، وايد ضروري غدي نعيم زيادة على اللزوم. وكمية الماء الحين بيحط الماء قدامكم بتشوفون، هذا الماء لازم يغطي صبر حفيظ، يلا هذا لترين، واللي ها كم لتر حفيظ؟ 10 لتر وهي 2 يعني 12 لتر. شوفوا الحين الطريقه كيف، لازم الكميه هالنمر تغدي، ها شوف الكميه بهالطريقه تتلحف بس ما تتودن وايد، بس ها هالنمونه شوفوا، هذا هاي طريقه الساقه وهالنمونه شوي بس يتخلى بس 5-10 دقائق وسيدي يتودى الشكر على الضوء. الحين الماء خالي فيها كم لتر الحين المهني؟ هني في 30 30 لتر ماي، وهناك 12 لتر ماي، المجموع 42 لتر 42 لتر. الحين ينحط نسبة 70% من الدهنة الطيبة، الحين ينحط كمية 70% من الدهن الطيب، وال30% يتخلى آخر شيء. والحين ها على ما تشوفون سيده ما تتريع عليه وايد عشان ما يغدي قوس ها حد يحوت وحد ها. شوفوا لازم طريقة الساقة بهالطريقة، ويتقصر عضه من يصير ويحر سيدي يتقصر عليه. وايد ضروري انك انت من تحط الساقة على المروق ماله القياس اللي حسبنا لكم اياه، لازم تعرف نسبة وتناسب. اذا انت بتسوي حق بيت صغير حق بيت كبير حق عندك بكمية كبيرة يختلف، كل بيت يختلف عن الثاني، ما تروم انت الحين تحكم بيتك ببيوت العرب ليه من غير. فلذلك نحن حطينا النسبة اللي هي البيتنا نحن، فلازم الطريقة هاي ها اضرب مني بني. لازم هاي الطريقة، لازم المضرابة هذه ما تخوز عن الساقة ها، كل 5-10 دقائق حاتوه عسب ما يقبض، ومن يصير ويعقد هذا تشوفون غلط في خلال 3 دقائق، فتسيرون وتقصرون على الضوء. الحين شوفوا الضوء قاصر مرة، وبعدك تسير وتقصر على الضوء، وايد ضروري عسب ما يعلج وما يغدي هميج، يغدي قوس يغدي فغل. لازم الساقة ما يستعينون عليه ولا يخلون لين. هذا الزعفران صبوا عليه يميع ملود، ما بمزهر لا مورد، وهذا بعد طرف عمركم القناد بعد حطوا عليه مورد وخلوه متودن لمدة 1/4 ساعة نص ساعة ساعة إلا ربع لين يصير زيد مورد. هني الزعفران هذا كله لازم هالنمونة لمدة تقريبا ساعة، وعقب الساعة صبوا كمية زعفران والقناد. شوفوا حشو غدا ها تحراه هريس غدا، لازم هاي طريقته، لازم هاي الطريقة ها. وبين فترة والثانية ترد ها وتجولبه، بتعرفون السر. انتو خلاب لكم عين تنظر، لكم عين تنظر، وما لكم إلا كل شيء يوز لكم. أنا عارف شو اللي بيصلح وعارف شو ساقونا نحن، ساقونا نحن اللي خدمه ينضرب فيه الوصوف، فلذلك يبال بارض ويبال بيص، ما يبال مال هوي هوي. مش قاري غدي ها ها شغله متعبه يعني الساقه، مش شيء بسيط عسب شيء غدي. شرات الحلوه غزوز يسمونه غز ساقه وغز حلوه، فلذلك يغدي كسر وحده يوم نحط في الصحن ينقص شرات، ما تنقص الهريسه اللي زايد عليها اللحم،
ما يغلي شرات الشوربة لا ها شوفوا يتخويط شوف يوم يظهره ها شوفوا شوف الطريقة ها أيوة الحين هذا لازم على ضوء قاصرة وايد ضروري أنت تقولون وايد تشرح زيادة لازم أشرح حق الناس ما تطيح في أخطاء غطى ينرد ينحات بعد 10 دقائق وعلى هالمنوال لين شوية الحبة هذه يختفي 75% منها وبخبركم بالمر باقي 4-5 مراحل على الساقو الحين طالت عمارك بعد مرور ما يقارب 45 دقيقة على الجليب متواصل يعني بكل 10 دقائق يتجلب مرة واحدة الحين ينحط الزعفران والملور على ما تشوفون وياسم بعد يتجلب لمدة 10 دقائق هلو شو طريقته لازم يغلي هالنمونه يتخويط مب شرات الشوربة لا لازم هالنمونه يستوي قوام الساقو بتشوفون آخر شيء بعدين من عقب ما ينحط الحين يصبغ الزعفران بالمكونات ويتجانس وتازم روحه تتقلقل الساقة وحينة ما بلاصج في الجدر يتقلقل ومتقابض ولازم في شوية حبة جاسية لين الحينة ما حطينا القناد اللي هو الهيل الهيل آخر شيء امنه ويتسكر وينحط الدهن يتم قابض ريحة الدهنة والقناد ها شوش قال الحينة مرة تحرها حلوة ها من تضرب بالمضرابة ها تبين قاعة الجدر إنها يعني ناضية حينة الحين هي 75% من الانضوي آخر شيء في الانضوي متى يوم يسكر الجدر الحين بيتكر ويتقرطس يتخلى ما يقارب بعد 45 دقيقة قلنا لكم كل شيء ولا شيء كل شيء ولا شيء الحين شو باجي حفيظ الحين شو بتسوي الحين ركب القطة هذا بس بتغطيه لين 10 دقيقة بعد 3 مرات يجربونه كل 10 دقائق وآخر شيء بنيكم بنرويكم شو الآخر شيء يتسوى اللي هو بعد ما يقارب نص ساعة Thank you حبيب Welcome. بعد مرور ما يقارب 20 دقيقة شوفوا حينة هذا الساقة وعلى ما تشوفون جلب زين ما زين الحين طالت عمارك بيا وقت شو القناد اللي هو الهيل هذا وقت الهيل الحين وهذا وقت طالت عماركم الدهنة لابد كل شيء ولا شيء كل شيء وله توقيت كل شيء وله توقيت كل شيء له توقيت ما له خذوه فقلوه لا كل شيء له حزه وكل شيء له وقت انك انت تحطه هذا الحين يا وقت القناد ويا وقت طالت عماركم الدهنه الطيبه فحين على ما تشوفون جانست عينك ميزانك تشوف انت حينه يا الانسان اللي يتخدم تسد الدهنه لو ما تسد الساقو ياكل دهن الساقو ياكل دهن حاله حال الحلوة الحلوة بلي دهن ما يستوي والساقو كده الامثال لازم تيول الساقو يول داخل الجدر لازم يول داخل الجدر ما يكون قابض في مكان واحد فحين اللي تروحون انا وحشينا حين اتمنى انكم عدالي والله يبكم يا ريت تتضرب في قبلة الراس ريحة الساقة ويوم يتجانس الحين طالت عماركم شوف اللقط هذا اللي في الأطراف ها ما يتخلى ها شو ايش قايل شغلة متعبة الساقة ما بشيء بسيط كان تبي تغلي الساق يغلي الساقة رقم واحد الحين عار طالت عماركم خلاص شفتوا ايش قايل الحين أزم تيول الساقة ويول في الجدر أزمة تيول الحلوة تيول في الجدر ما بلاصقة ها شوف ما بلاصقه في الحلة في الجدر ها تيول خلاص الحين طالت عماركم يتسكر عنها لازم الحين يتسكر وتتقرطس لين على الاقل بعد 25 دقيقه بعد ال 25 دقيقه بنغرفه وبنريكم شو طريقته الاخيره خلاص عاد وهو ترى اللي ساقه لكن يبال عباله ما يستوي شيء بني والطريق الحين لازم الحبه الجاسيه هذه تختفي وخلاص وبكون زاهب للأكل
بعد مرور 25 إلى 30 دقيقة. شو قلت غدي؟ هذا السبب. هذا السبب. لازم الحين يخلطون عسب يعتين القناد ويا المكونات كامل. ها. أبدأ غدي شرات الحلوى. هذه طريقته. هذا الساقو ما يغلي شرات المحلبية شرات الماء، لا يغلي في غل يامد ما ينصب صب ولا يجدر الجدير، ينغرف غراف يطيح قوس قوس. هذا طريقة الغراف الساقو. ها. ها. لازم الخاشوقة تكون مدهونة حق ما يلصق فيها، شوي شوي بتحرك شوي شوي يلا حسب ما يتلصق فيه. هذا يكون قوامه. ها بس خلاص شر شر لازم ينشر شرات ما ينشر العصيد والهريس. يلا شكرا. ساقو يوم ينحط في الصحن وينغرف يجي فغلة واحدة قطعة، ما يجي ترهدي شرات الفردي ولا المحلبية، يجي يتقلقل. فلذلك هات القطعة تضعه يوم بتقص الساقة. وها صور ياي يوم بتقص الساقة. وها ها شرات اللبانة. ها 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 القطع بقطعته يظهر، ما بشرات الماء شرات الحلوى. ها ها صد ياي يوم بتقص الساقة. ها ينقص القطعة قطعته. ها يقولون غز ساقة وغز ساقة وغز شرات غز الحلوى، هاي طريقته. فلذلك حد بالعرب يسوي مرة شرات الشوربة، فرق بين الشوربة والساقة، والساقة وهذا قوامها. لازم هالنمونة متماسك ما يجي ماء من الخرس. يلا نفس الدرب نفس الطريق ونفس السير ونفس اللي أتم على هالمنوال مدة ما يقارب أسبوعين 10 أيام، عقب أخلف المكان. ليش؟ ضروري هبلا نحن حتى نحن كل حتى انتم يعني لازم بين فتره والثانيه تغيرون الموقع اللي هو انتم ضارين تسوون فيه جري او مشي او تتحركون او سينون او تون، ضروري تخلفه بين فتره والثانيه لجلك ما تمل المكان. حتى في الهايد بارك يوم احنا ننزل من ريال جاردن، ساعات نقبض شرق ساعات من غرب ساعات نصير خريخيشات مني ولا منك والدنيا مطرجه. صفت هالبيوت اليوم قلت بتخشش بين البيوت. شوف صفت هالبيوت. ها صفت هالبيوت صفت هاش البيوت يحظى عاد اللي بيظهر هذا بيته او اثنين اخوان ظهرت لهم الارض هاي بيستوي شارع شارعين ثلاثه وني عاد في ظهر بيتك ناس طيبين وياويل ومشاهد بيتك ناس اكرام وزينين. يا سعد حظك يا سعد حظك يا اللي بت فاكيد يا سعد حظهم اكيد يا سعد حظهم اللي بيكون حظهم شرات حظي. اقول لكم انا خاطر قدام البيت هذا تعرفون شو لفت انتباهي؟ لفت انتباهي طارت عماكم طبيلتهم. شوفوا شوفوا كيف. هلا حبيبي سلام عليك. شوفوا بالله عليكم دور ما دار الطبيله معاليها حاطين انشوء اعلام. شوفوا شوفوا حبهم شوفوا حبهم حق هالدار اهل هالدار. لا اله الا الله. هي والله المحبه المحبة غلب وطوع. هي والله ما شاء الله ما شي شرات الإنسان اللي يحب حد من خاطره. شوفوا محبة البلاد روحهم الخاطرتي في كل مكان يحطون شيء في ريحة الدار. حتى يوم يسافرون يحطون علم داخل شقتهم ولا يحطون نيشان على شنطتهم. سبحان الله. صلاح عليكم السلام. انا موجود انت وين؟ الفلاح. متى بتينا اليوم؟ الساعة 10؟ ان شاء الله عقب ما طلع عن بدري تعالي. هي 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 يلا حبيبي أم الحناية يد أبوها على السيف. وين؟ أشوف شومي؟ هذا
ها بترد هيا من ها product of Kenya. Yes. How is home please? That's where I'm your country, ها? Yes. إيه والله. I want them to tell me how is home. الحمد لله everything good إن شاء الله. واحد اسمه صلاح بن أحمد بن عبد الله الخالدي يا بيمي على أوراق وعقلية ولا بعارفين نحن هالأوراق شو مالها. شو مالاته هالأوراق؟ ما شو هي يعني منو مالاته؟ منو يا ابنهن؟ بخليها خذيه طرفتنهن حقينا؟ ايه شكرا خدناهن بنطالع خلاص شو مالاته انت حينه شو أخرك اليوم؟ خربان شو اللي خربان؟ خربان تليفون؟ ايه زين خلي ولي خلي ولي شو فطرت؟ خبرني شو سويت اليوم؟ وين سير؟ وين جيت؟ على الفلاح انت من الفلاح صرت عندكم بدريه من الفلاح بدريه انت الله يحفظها انت شو سويت اليوم بس شو فطرت حريس بس وبعد بس حريس ما فرني لبيه فريد ما فريد ما عندكم ما فرت اليوم لا الحين انت وين سرتوا اليوم اليوم من بساعدين الحين انا كل ما سالت تقول جاي من الفلاح وشو كلت ما كلت شيء غير هريس وهذا البطن شو هذا شو منزور هذا البطن شو منزور شو منزور الهريس ما يغذي البطن هالمثل شوي شو كلت ما اعرف ولا شو كلت الحين انت هريس بس صايم انت اليوم انت صايم ولا لا ساده ها ساده فاطر اليوم بس امس لا ام صايم؟ اي ام صايم الجديدة باباي الجديدة حق منو؟ شو مشكلة؟ مسكين؟ ها مسكين؟ جيب فلوس جيب فلوس جيب فلوس انت ما تعطيه انا ما اخذ انت انت اللي حام عليه من فلوسك تجيب الموبايل من فلوسك امال يا بابا حلو بابا انت قاعد تقول جيب موبايل من فلوسك تعال تعال الو شو الحينة؟ موبايل فلوس وين؟ انت لا دريول كنت هذا انت دريول منو؟ انا صلاح دريول صلاح؟ آه. منو مسؤول عنك؟ منو ارباب مالك؟ منو يشتري تليفون؟ بس خلاص شو ما شي تشب ما شي تشب بدل عن كل لعبة هاي الأوراق مطرشات بنوقع الحين بتشله باكر ما باليوم صلاح عرفت الرجال منو؟ ما اعرف سلمت عليه سلمت على صلاح خبرت انت منو ليش قول لي انت منو خبري عن اسمك حمزة اسمي حمزة ما اسمع حمزة يا حمزة يجيب الشنطة ود البطة وبرنب نط فوق الشط يابلي بحر ما ادري من هاي فيه ها ما عرفته ارنب نط فوق الشط يابلي خط من يقراه حمزة يقراه ما ادري منو صح حمزة لا بصح ولا شيء هالأشياء اللي قدام حطوطة هاي اللي في القريطيسات إيه هذا طالب ما بحب هذا مجموعة حبوب أشياء المهم الحين نحن بنصور ما بسالفة منتج هذا شيء يا أبوه قبل رمضان بكم من يوم وتقررت منوع يا ابني أسأل عاد بنتي أقولها مايا شو هذا قالت هاي ربيعتي تسوي ليش من دس أنت نشوف بعد ليش بحركات ليش يعني؟ بس يعني عشان ما حد يشتحن فيك لو شو الموضوع؟ والغمازات انت ليش داسنهن؟ ليش ما تبلي وادم تشوف الغمازات؟ يا صلاح شو ياك هالنمون؟ شو بلاك الحين؟ ميت شو ما تريد؟ ميت زعلان؟ مو زعل تخي يا وخي اي شو بلاك؟ بس اني انا هاك اليوم يوم يا ابوه المراد يوم يا ابو تقربت من عيابني فالمهم سالت البنت قالت ابوي هاي بيعتي تخدمه ها مجموعه الحين بخليها تشرح لكم قالت لك لا تصورني انا ما احب اضغط قلت لها ان شاء الله الحين هي بتشرح لكم شو المنتج المنتج عباره عن ثلاث اشياء شيء بقريطيس شيء صغار وشيء قويطيات وشيء شيء شارات الكواب ما اعرف ليش يقول لك انا عيابني انا هذا منتج نور اسمك صح هذه نور وهذا منتجها هذا ثلاث نمونات هني وهذا حين هاي كلها نمونه وحده اي هاي جرانولا هي. هذا تخصصي الجرانولا عندي اربع نكهات فيهن هذيلا عندي حجمين واحد الصغير حجم الصغير وحجم الكبير زين المكونات عباره عن شو عباره عن الشوفان هو الرئيسي والمكسرات والحبوب
يعني هالأشياء يعني. شو يمتاز عن غيره من اللي عند ناس اللي من غير؟ مالي طبعا هي أنا أسوي بالخلطة يعني من مخلطتي من النرويج. خلطتي نرويجية. خلطتي نرويجية لذلك تتميز يعني شوية غير. إنزين وهذا؟ هذيلا عندي الجرانولا بايتس. إنزين. هذه بعد هم كلها جرانولا. أيوة. بالعسل. كيف لامتنا؟ بالعسل أكيد. أيوة. ما استخدم غير العسل تقريبا، هي كل منتجاتي تقريبا أكثرتها في العسل. ما شيء سكر. عسل. هذا روحه شكله فنان. إنزين والثاني؟ هذا البراونيز. بعد نفس الشيء؟ اي نعم نفس الشيء، من داخله كله حبوب وبي كله اوتس وجرانولا نفس الشيء كله حطته، لكن بس التغليف يختلف طبعا. انزين وهذاك؟ وهذا تشوكلت بالجرانولا. كيف؟ شوفها هي تداخله. ايوه انزين. وهذا ندربه. وعندنا هذا التمر نفس الشيء. افتحيه عاد لو سمحتي. عندي هذا التمر في الجوز الهند التغليف الخارجي جوز الهند، وهذا بمكسرات. اي نعم هم في جرانولا. واللي من داخل شو؟ كله جرانولا، والجرانولا نفسها هي يعني الانجريدينتس هاي نفسها داخل فيها. انجريدينتس شو يعني؟ يعني الخلطه نفسها. ايوه شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق. شكرا. هذا حق منو زين؟ حق منو يستعمل؟ منو اللي لازم ياخذون هاي الفئه المستهدفه؟ منو عندك؟ طبعا الناس اللي يحبون يسوون دايت، او الناس اللي يهتمون بصحتهم يروحون الجيم، اللي يحافظون على اكلهم يعني. بالضبط. يعني اللي انا ما بواحد منهم مثلا يعني. هي لان احنا زمت لايم ما شافت عيني. اي والله شو اسوي؟ وانا يابولي من هذا الطعام تاكل يوم ما ادري اي واحد وين اللي يابولي انا كنت من هاي تمي تتقرض من غاوي يحطونه على الروب ولا حليب شرات حال كورن فليكس يعني. يعني من نفس قبيلة الكورن فليكس، شيء هذا مجهز ومطواي معدل ملفف وشيء ما ادري شيء، واللي يبي يطلب عندك حساب انستغرام. عندي حساب. تعطينا اياه ونحطه لك. اي نعم ان شاء الله. الله يجزيك خير ومشكوره يا بنتي، هذا دعم منا لبنتنا نور. ربيعة بنتي الصغيرة، هاي نور ربيعة بنتي، ولذلك اخذنا ابوي يوم عيبني قلت لها ان شاء الله، ابوي ابغاك تسوي حق ربيعتي دعاية، قلت لها ان شاء الله، والحين هات اعمال بلاش، هب كل يوم تجي ترى بس اليوم. هذه ولا هذه؟ هذا عسل. يلا بسم الله. هذا صراحة هيلثي، ولا فيه سكر ولا فيه شيات، كل حبوب وما ادري شو واشياء وايد فنانه. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله وعلى بركه الله والله اكبر. بعد يلا ارفع راسك. بسم الله لا ارتيه. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. بسم الله والحمد لله ولا اله الا صلاح. بسم الله والحمد لله. قول بسم الله. الحمد لله ولا اله الا الله ولا وعلى بركه الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. يلا يا ربي صلاح مره واحده ما شاء الله عليك. اقولكم حرام يا ابوكم يا فنان قرب الله وايد زين. اول كان صلاح وانا متقرض هذاك، وحين هالدلاقم الكبار اول مره طعمه وايد فنان والله. 48 ودي يقول بسير ماشي خلاص. صلاح انت يوم بتينا مالك خاطرتي لتي ما بتي ما سيدا صلاح كل يوم تقول هالكلام. خلاص طيب الحين من انت حتى نص ساعه ما تسكن بظهر شو متلاحظ؟ عندك عيال تربع انت؟ ماشي بابا صلاح. منو بياخذ تليفون حق فيصل؟ مسكين مسكين فيصل؟ ايه؟ شو؟ ابايت شو بتاخذ له؟ ابيات ابيات. انزين يلا وين بوك؟ بوك انت؟ لا فيصل وين بوك مع صلاح؟ صلاح بوك موجود. وين؟ في السيارة يجيب البوك. لا لا هاي انتبه بتذبحه؟ هذا بس سوي لي ذبح؟ شو بسوي بصلاح؟ شو؟ شو؟ ماشي بابا بالتليفون؟ ما انت فيصل يجيب البوك. لا وش قم فيصل؟ لا فيصل سير سير يجيب البوك سير سير صلاح قم انت سير يجيب البوك. لا يغلبك صلاح يغلبك صلاح. الله
يلا ماشي مع السلامة، يلا بكرة، يلا باي باي. حطيت لكم صورة فيها 10 أشخاص من خيرة ومن صفوة رجال أعمال الدولة بالذات من أبو ظبي، كلكم تعرفونهم وتعرفون هاليتهم وخوالهم وعمومتهم ووين طاحوا ووين استووا ووين ربوا من الصفوة، رجال أعمال ناجحين من استوى الاتحاد لين اليوم تبارك الرحمن، ثقافة ودين وخافة من الله، شباب ناجحين الله يطرح فيهم البركة برئاسة طارق بن أحمد، سعادة طارق بن أحمد المسعود أخوهم وربيعهم وولد عمهم ومن جماعتهم وأهلية، وكلهم بيطة وحدة، كلهم أهل، ما واحد فيهم يختلف على الثاني، بينهم نسب ودم ولحم كمجموعة كاملة، مجموعة متكاملة مثل ما قلت لكم من الصفوة. 10 أفراد هم هاي للعشرة من اللجنة التأسيسية لبنك الماري في جنتية أبو ظبي الخير، أبو ظبي العطاء، برئاسة سعادة طارق بن أحمد المسعود، جماعة طيبين وأيابيد وثقافة وعشرات السنين من الخبرة، من الخبرة، رجال أعمال ناجحين، ناجحين بمعنى الكلمة، ناجحين بإنتاج، مش ناجحين بس كلام، ناجحين كانوا وما زالوا على أعمالهم، لكن حاليا هم في اللجنة التأسيسية لهذا البنك إن شاء الله اللي حاليا هو محلي بيستوي شرق أوسطي، وبشركم مدام ظاهر من العاصمة بيوصل للعالمية في خلال أبسط وأسرع الأوقات إن شاء الله. البنك هذا مش مثل أي بنك، البنك هذا بنك رقمي وهدفه الرئيسي دعم مجتمع الإماراتي المحلي، وبشركم إن بين فترة والثانية بنخبركم عن علومة هالبنك وعن نواياه وشو استوى وشو بيستوي، شو أهدافه وشو أخباره، مثل ما قالوا step by step، أول بأول، أخذوا هالكلام من أبو محمد 100% بيكون شيء داعم رسمي وشيء يوز للعرب كلها إن شاء الله، إن الله سبحانه وتعالى بيطرح البركة في هذا البنك على يد هالشباب اللي هم من صفوة الصفوة، الله يطرح فيهم البركة ويواليك العافية إن شاء الله يا أبو أحمد، ويطرح البركة فيك وفي مجهودك أنت والشباب اللي وياك. طبيعي في الجمنة ها في العالم وبكلها في كلاس، كلاس ياسين كدون عمارهم كل ها كلهم الناس، وهذا حين بيخلص منهم وبيذن عن نحن ياسين اليوم من الصبح كاتين كد وأخرونا وسب الكلاسات، كلاسات عندهم ما شاء الله، فلذلك نحن ياسين تريحين قالوا لنا ما تتمرنون لين يخلصوا، هي والله لأن لازم هو يمرني أنا بالأيام أروم، هذا قضية خيب أقولكم والله يا خير، شفتوا هذا مال النبال الرمح هذا اللي في النص، القوس قوس النبال، ها قوس النبال قوس النبال، هلا بك يا ربي منو أنت ما أشوفك، صفق لهم ها رب الله تكمل قوة، السلام عليكم والله ما طعي يجلب ما شاء الله، تسائل أبوك على هاللبسة تبارك الرحمن رقم واحد غادي في النادي إيه ما شاء الله زين الله يبارك العافية، عم بيخلص منهم الحين نحن لازم موعدنا الساعة 10 وياه الساعة وينو ما طلعت سجل بالكاميرا، أقولكم أنا موعدي ويا الساعة 10 دق لي تليفون قال والله استوت نحن لخبطة عندنا كباتن استوى نقص عندهم، فلذلك اليوم بنأجلك بعد الساعة، يعني إذا أظهر من هني الساعة 12 في الليل اخترى بيومي كامل لا ربع ساعة شرق ولا غرب، الله كريم نشوف شو آخرتها كابتن، ليش اليوم هالمعاملة، ليش أخرتوا تمريننا اليوم، وعندك حصة وأنا شو ذنبي موعدي 10 ليش تأخروني، مرض شيء إن شاء الله، يعني بكرة شو بكرة شو برنامج مخبرة، يعني بعد 11 بني ما أعرف
لا لا خبر الإدارة قول لازم يحرقون علي اليوم ما يستوي. كمان عندي ناس كمان. عندك ناس ونحن شو نحن قطاوة؟ لا لا أنت كمان لا راسم علي أنا راني. الكابتن وينه؟ تحيدوا من زمان هذه لو كربي لو كربي حادثة لو كربي حادثة لو كربي حادثة لو كربي الأول طيارة هاي لاك مال ليبيا ما أدري منو ما أدري منو هاي لاكي اللي تموا يدورونهم اللي نزلوا الطيارة ما أدري لو كربي والله العظيم إني ذكرني فيهم ما تحيد لو تنشرون أصورهم كابتن عقل شوي هذا الماسك دقيقة واحدة بليز يعني لو كربي لو كربي ما تتذكرون معقولة ما تتذكرون حين حادثة لو كربي هاي الطيران اللي طيارة اللي عقه وما أدري إيش قاير وتمت أمريكا تهدد وراس من عندك غالي بشوي هذا الماسك دقيقة واحدة بليز يعني ها يدمكم هذا اللي اختطف الطيار هاك اليوم عقها في أمريكا حادثة لو كربي وما أدري شو تمت سنين والله إني أتذكره دوم يظهرون اسمه في الجرائد الأول ويحطون صوره ودوروا وما أدري شو عقب ما أدري وين لقطوهم نسيتهم والله سالف ما أتذكر شو الأحداث لكن هذا وايد يشابههم اختفى من هات السنين ما يندرى به ما اختفك انت كمان تخطفني اسمي محبة داعي ورا يبون الفكاك كل هالعرب يبوك تبع الفكاك مني انا بيعطونك جائزة عادت وشع النور من دادي ظلامه وقرت عيون الشعب والفرحة مجيمة نحمدك ربي يوم عادت بالسلامة الغالية أم الإمارات الكريمة يا مرحبا ما سال هطال الغمامة عالدار واسق الروض لي طاير نسيمة انتي لنا في الدار نبراس وعلامة قدرك على الجوزة وفي عالي جميمة الشعب لك يا أمنا زايد غرامة فيه المحبة كأنها من فيض غيمة يبقى لك محمد ذا راساس الشهامة تبقين له كل الغلا تاج وغنيمة سلام لك ماهل شهرا في صيامه فيه التراحي بتعني ناس حشيمه ويا رب تحفظ فاطمه رمز الكرامه ويدوم فيها الخير من عز ونعيمه ويدوم فيها الخير من عز ونعيمه تشيز تشيز 1 2 3